هلو هلو everyone، how are you؟ ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا احلى ماميز في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم حاجه حلوه جدا ومفيده جدا ليكم ولاولادكم. هعلمك ازاي تاسسي طفلك في الانجليش بنفسك. من سن 3 سنوات نبدا نشتغل معاه اورال، ومن سن 4 سنوات نبدا ان احنا نعلمه يمسك القلم ويكتب. النهارده هنعرف كل حاجه وهنتكلم عن letter I يعني حرف ال I. اخدنا مع بعض السيشن اللي فات، مين الشطور اللي يفتكر؟ excellent H. اخدنا letter H. طيب احنا المفروض نعرف ايه او نعلم اولادنا ايه بالظبط في الانجليش؟ هنعلمهم شوية حاجات مهمة جدا. اول حاجة هعلمه النيم بتاع الحرف، يعني الاسم بتاعه ده حرف ايه، وهعلمه الساوند بتاع الحرف يعني صوته بيقول ايه لما يجي يتكلم، لان كل الحروف عندها نيم وعندها ساوند، عندها اسم وعندها صوت. تمام. طيب هعرفه كمان السايز بتاع الحرف يعني حجمه قد ايه، هعرفه كمان الدايركشن لما اجي اكتب الحرف هكتبه باي اتجاه، من فوق لتحت ولا من اليمين للشمال ولا العكس. يبقى لازم اعرف الدايركشن من الصفر عشان ما اعلمش الطفل غلط وارجع اصلح بعد كده او اصحح الاخطاء بتبقى خلاص سبتت في دماغ الطفل واستحاله انه يعرف يصلحها غير بصعوبه جدا، بياخد مجهود كبير قوي. لازم كمان نعرف الحرف ده هو من الفاول ولا من الكونسونانت، عشان في عندي الحروف كلها 26 letter يعني 26 حرف، في منهم 5 vowels يعني متحركين واشقيه، دول بايه بيكون ليهم صوتين، وفي عندي 21 consonants يعني هادين ومؤدبين جدا. يبقى لازم اقعد اعرف الطفل ان انا عندي 26 letter يعني 26 حرف 26 letter. تمام. في منهم 5 vowels. ايه هما الفاولز؟ ممكن نغنيهم بغنية حلوة A E I O U happy birthday to you A E I O U. خلاص ارسم كده الهاند بتاعت الطفل على الكراسه بتاعته، خلاص امشي عليها بالقلم كده واكتب له فيها A E I O U. هما دول الفاولز الاشقيه جدا، خلاص هنحتاجهم بعدين وهنعرف هنستخدمهم في ايه. خلاص عرفنا الحرف كمان بقى بتاع النهارده اللي هو letter I is a vowel. يبقى I is a vowel. I is a vowel. افضل اعرف الطفل كده ان الاي ده شقي ومتحرك جدا. خلاص. طيب هنعرف ايه كمان بقى؟ نعرف بقى مجموعة كلمات او words كتيرة على الحرف علشان الطفل يبقى عنده حصيلة لغوية. يعني مثلا هنشوف الحرف ده الساوند بتاعه صوته ايه، وبعدين نبدأ ندي مجموعة كلمات على الحرف، بس كل ده اورال يعني شفوية حلوين، محدش يكتبهم للطفل ويقول له ينزل بيهم. خلاص يبقى انا بعرفهم له بس عشان يبقى عنده على كل حرف مجموعة كلمات كده شفوي، يبقى عنده حصيلة لغوية. وبعد كده لما نبدأ بقى نخلص الحروف هنبدأ نتهجى ونعرف بقى ونقرأ كلمات أكتر وأكتر. خلاص. طب يلا النهاردة نشرح بقى ونخلي الولاد تسمع معايا، يبقى كده عرفنا المفروض طفلك يكون عارف ايه بالظبط عن الحرف. عرفنا كل حاجة المفروض يعرفها، قلنا النيم والساوند والدايركشن والسايز، وكمان الحرف ده فاول ولا كونسونانت، ومجموعة كلمات عليه، واخر حاجة هنعرفها ازاي ان احنا هنكتبه باتجاهات صحيحة. خلاص عندنا كورليلا، نجهز النوت بوك بتاعتنا او الكراسة والقلم الرصاص عشان نبدأ نتعلم مع بعض. اول حاجة النهاردة يا حلوين هنتكلم عن letter I. يبقى هو اسمه ايه؟ النيم بتاعه I. excellent. الساوند بتاعه بقى اللي هو الصوت بتاعه لما بيجي يتكلم بيقول ايه. بصوا بقي بس ببقى مبتسمة، خلاص مش بفتح بقي قوي، يدوب بس بطلع الصوت وبشده لتحت. ايه. يبقى I make the sound ايه. يبقى النيم بتاعه I الساوند ايه. excellent. والليتر I عنده two shapes، عنده شكلين، capital I small I
او ممكن اقول lower case i يعني الحرف الاي الصغنون. طيب يلا كمان بقى حلوين نشوف الدايركشن بتاعه والسايز ازاي هنكتبه، ولكن الاول يلا نقول كلمات كتيره قوي على letter i. احنا قلنا الساوند بتاعه ايه 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 زي كده، قولوا معايا insect ايه insect ايه insect ايه ink ايه ink ايه ink وايه كمان اجوانا ايه اجوانا ايه اجوانا. واخر حاجه معانا يا حلوين اجلو ايه اجلو ايه اجلو. تمام كده، يبقى كده عرفنا كلمات كتيره على letter i والساوند بتاعه ايه ايه. يبقى هو عامل زي الكسره، بكسر صوتي فيه شويه، انما فاكرين الاي كان بيعمل ازاي ايه ايه؟ طبعا بفتح بقي اكتر والصوت بيبقى ايه مفتوح اكتر ايه ايه، انما الاي ايه 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 خلاص ببقى مبتسمه بس وبقفل بقي ايه ايه ايه. طيب يلا بقى نشوف ازاي هنكتب letter i. احنا قلنا عنده two shapes وقلنا كمان i is a vowel. i is a vowel يبقى letter i is a vowel، هو حرف متحرك وشائع جدا، عنده شكلين capital i small i capital i small i. طب يلا نشوف هنكتبها ازاي يا شاطرين، نرسمها كده، ماما ترسمها لنا في الكشكول بالشكل ده عشان نبدا نمشي جواه كده ونعرف الاتجاهات او الدايركشن بتاعته. 1 2 3 يبقى نيجي من الشمال لليمين، خلاص كابيتال اي سمول اي 1 2 خلاص. ممكن نلونها وممكن ايه نمشي جواها بالشكل الجميل ده، وطبعا هنراجع نعمل مراجعات على الحروف القديمه خلاص، بس احنا عشان ما ننساهاش ابدا الحروف اللي احنا اخدناها قبل كده. بس يلا الاول نشوف ازاي how to write letter i، ازاي هنقدر ان احنا نكتبه يا شاطرين. خلاص عندنا قلنا النوت بوك بتاعتنا او الكراسات بتكون two lines يعني سطرين خلاص، ولكن طبعا المفروض ان هي تكون four lines، فاحنا بنحط قلنا كل الحروف الكابيتال بتلمس اللاين اللي فوق اللي هو اول سطر، هنحط احنا كده point او starting point او نقطة البداية اللي انا هبدأ منها خلاص. كل الحروف الكابيتال لازم تلمس السطر الثالث اللي فوق، فطبعا معظم الكراسات بتاعتنا هنا بتبقى تو لاينز بس، فانا هحط نقطه مكان السطر الثالث المفروض يبقى فوق، واقول للولاد كل الحروف الكابيتال الكبيره بتطلع وتلمس السطر اللي فوق، شويه بشويه هيتعودوا فهم من نفسهم هيطلعوا يجوا يكتبوا، يطلعوا شويه فوق السطر ويبداوا يكتبوا خلاص. طب هنكتب ازاي الاي بقى؟ 1 2 3 كابيتال اي طبعا بيكون قاعد مريح رجله على السطر اللي تحت، سمول اي بقى ده صغنونه حلو بيقعد بين السطرين بالظبط وفوق راسه نقطة، سمول اي كابيتال اي سمول اي. يلا مرة تانية خلاص هنبدأ بقى هنا السطر اهو، هنبدأ من فوق شوية نحط النقطة للولاد، ممكن في البداية نحط لهم احنا نقطة البداية دي وهم يبدأوا ينزلوا منها. 1 2 من الشمال طبعا اليمين 3 كابيتال اي سمول اي 1 2 خلاص بين السطرين بالظبط والنقطة فوق، لو الطفل خرج بره كده شوية اقول له غلط لا نمسح ونعيد تاني، السمول دايما كلهم بيقعدوا بين التو لاينز، في منهم حروف ايديها بتطلع وفي منهم حروف رجلها بتنزل تلمس السطر الرابع، احنا قلنا المفروض اصلا الكراسات تبقى كده 1 2 3 4 خلاص. فانا طبعا هشتغل على السطرين اللي في النص عشان هما الاساسيين، في حروف بقى بتلمس دراعها بيلمس السطر اللي فوق وفي حروف دراعها بيلمس السطر اللي تحت، فانا متوفر عندي دلوقتي الكراسات اللي هي السطرين بس، فانا هتخيل بقى السطر اللي فوق والسطر اللي تحت خلاص كانهم موجودين. طيب لو جه كمان الطفل يعمل اي كده وينزله تحت السطر برضو كده هقول له غلط، تمام يبقى
كابيتال اي سمول اي الاتنين بيقفوا على اللاين اللي تحت. يا حلو، الكابيتال كلهم بيطلعوا يلمسوا السطر التالت اللي فوق وما بينزلوش ابدا تحت السطر. يلا مرة كمان، اهي نقطة البداية او الستارتنج بوينت، 1 2 3 اي كابيتال اي سمول اي 1 2. تمام كده، يبقى احنا كده كتبنا كابيتال اي سمول اي. طبعا نكتبهم للاولاد كده، ممكن يكتبوهم 4 مرات مثلا او يعملوهم عمود هنا وعمود هنا، بس ما نزودش عليهم او في الكتابة عشان ايه ما يكرهوش الموضوع قوي. ممكن بقى نزود معاهم اكسرسايز او براكتس كتيرة، تدريبات زي دي كده، علشان خاطر ان هما ايه يقدروا يتمكنوا شوية من الحرف، يحفظوه ويعرفوا يكتبوه. هنا نديهم تدريبات هنا عشان برضو ما ينسوش ايه كل الحروف اللي اخدوها قبل كده. هنا كومبليت يعني اكمل، هنقول A after A B C D E F G H I. خلاص دول اللي احنا اخدناه، وقفنا لحد ال I. طيب يلا نغنيهم مع بعض في اغنية عشان ما ننساهمش نقعد نغني معاهم. A A B C A B C A B C D E F D E F G H I G H I. تمام يا حلوين، ممكن نغنيها بقى في كذا طريقة. طبعا بعد كده ممكن نديهم ديكتيشن يعني املاء، نمليهم ايه، نمليهم بقى بالاصوات بس بالساوند بتاعت الحروف. ما نقولش ايه اكتب مثلا او رايت لتر اي، ما نقولوش اي، نقول له ايه ايه، ونحط ايدينا كده على ودننا. عرفنا ان اللتر اي كانت هير، مش بيسمع، بيقعد يقول ايه ايه بس ايه الصوت مفتوح شويه. ايه نقول له اكتب يلا السمول لتر، يبدا يكتب ايه. ما عرفش انا اكتبه له او اكتبه له على جنب كده، واللي هو ده ما تنساهوش، ومليه تاني يوم برضو لحد ما يثبت في دماغه. طب اقول له اكتب ها ها ها، ايه الحرف اللي بيعمل كده ها ها ها، يبدا هو يكتب لي السمول سمول اتش. اكسلنت، يبقى شطور خالص. طب ايه الحرف اللي بيقعد ينفخ كده زي الشمعة، كأننا بنطفي الشمعة، يلا هو يفكر يقول لك اف. تمام، طب ايه الصوت اللي بيعمل زي الدرام اللي هي الطبل، يقعد يقول د 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 دي. اكسلنت، اكتبوا يلا. طب ايه الصوت اللي بيعمل ك ك ك، يبقى السي، شطور. خلاص، يبقى انا بعلمه كده ان هو يتملأ الصوت عشان لما اجي بعد كده ادخل في الكلمات على طول، يبقى هو مستعد ان هو يتملأ كلمة ويعرف الصوت بتاع كل حرف. هنا برضو تدريب حلو جدا عشان ايه لو طفل بقى بيلخبط في حرفه وخلاص مغلبك وبينساه كتير وبتلخبط في كتير، ده افضل تدريب ممكن ياخده ان هو نرسم له كده الحرف، نرسم اي رسمة، اي رسمة عادية جدا، ونقول له طب يلا ونكتب فيها مجموعة حروف كتير او متلخبطة في بعضها، ونقعد نقول له يلا حرف الاي مثلا، وليكن هو بيلخبط في الاي وبينساه كتير، يلا حرف الاي هربان ويلا ندور عليه ونقبض عليه، وكل ما نمسكه نقول اسمه، نقول له اي اي، يلا بسرعة دوروا معايا فين لتر اي، اهو اي، حط عليه سيركل يعني دايرة، بسرعة بسرعة، ده اي لا، اي لا، طب دي اي، طب ده اي لا، اي. كل ما يمسك بقى حرف الاي كده لتر اي اقول له شطور، واقول له يلا قول اسمه اي اي، يبقى لتر اي 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 اي. خلاص، وفي الاخر نكتبه كابيتال اي سمول اي، يبقى الحرف ده اسمه ايه شطور، هيقول لك على طول اي، هو حفظه. والولاد هيحبوا التدريب ده جدا، هيقعدوا يطلبوه منكم، يقولوا اعملي لي حرف الاي وانا اقعد اختاره كده واقبض عليه بنفسي، فهم بيحبوها قوي عشان ايه كانهم هم البوليس وبيمسكوا ليدر اللي هو بيبقى هربان ده، وبيقعدوا يقولوا اسمه كتير قوي ايا كان بقى الحرف اللي الطفل بيلخبط فيه. ممكن نعملها في كل المواد عادي، في العربي
في النمبرز يعني في الأرقام أو في الحساب أو في الماث أو في الإنجليش، نشوف الحرف أو الرقم اللي الطفل بيلخبط فيه ونقعد نعمل له التدريب ده كتير جدا. وفي تدريبات تانية برضو زي التوصيل وزي إن أنا أمليه وزي إن أنا أرسم له صورة وأقول له اكتب تحتها أو اكتب تحتها الحرف اللي بيبدأ اللي هي بتبدأ بيه، زي مثلا لو رسمت له كات وأقول له هتبدأ بإيه، ك ك يبقى letter C، يبدأ يكتبه. أرسم له مثلا dog وأقول له دا 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 يبقى اكتب دي، خلاص يبقى أنا كده كأني بديله ديكتيشن أو إملاء بطريقة غير مباشرة. خلاص أتمنى الحلقة تكون عجبتكم النهاردة، أخدنا خلاص كل حاجة عن letter I، إن شاء الله هنكمل مع بعض كل الحروف للنهاية. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة عشان توصلكم باقي الحروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye.